الاناناس في البابايا يعني في اللافت في القتاء يعني في الخرشوف يعني في الهنديباء يعني في هذو الاشياء التي ناكلها طازجه يعني في الفجل نعم. هذه كلها اشياء يعني شوف النبات شنو جمع قليل من البروتين ما فيش بروتين النبات الحبوب فيها 14% حتى 17% النشويات نعم. القطاني فيه حتى 25% نعم. كميه كافيه للانسان وهي الكميه اللي خاصه للانسان لا نعم. زاد الكميه البروتين اذا زادت ما كيبقاش امتصاص الاملاح والفيتامينات ها خصنا نعرفوا هذه القضيه الناس كي كثروا اللحم عندهم انيميا الحديد له علاقه بالامتصاص اذا كان هناك امتصاص جيد يعني كيكون المعي دقيق جيد نعم. والهضم جيد اذا كان الامتصاص جيد ما غاديش يكون عندك نقص نعم. لا يمكن ان يكون نقص اذا لم يكن هناك امتصاص عندنا نقص هذا طبعا. اكيد دكتور طبعا سانتقل الى اسئله الفيسبوك التي وردتني عبر صفحه البرنامج هناك يونس الفاطمي يقول نعلم ان معدن الكروم يدخل في صناعة الأواني المنزلية المخصصة للطهي وأملاح الكروم في صناعة القارورات الزجاجية بحيث تعطيه اللون الأخضر هل هذه الأشياء صحية وآمنة؟ هذه ممارسات الناس كيبقاو يخترعوا أشياء فالله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش نعم علمه كيف يعيش وهذه الأشياء في الطبيعة يكفي أن نتبع الناموس الكوني يعني الناموس الكوني أن الحبوب يأكلها الناس على شكل خبز فطائر على شكل عيش على شكل كسكس ما إلى ذلك أن القطاني تطهى وتؤكل لوحدها القطاني لا تتجانس لا مع خبز ولا مع لحم القطاني تؤكل لوحدها أن الفواكه الجافة تؤكل مع الفواكه الطرية وتؤكل لوحدها ليس مع بروتينات الحيوانية هنا الناس يعرفوا يطبخوا الرز يعرفوا يستخرج الإنسان زيت الزيتون من هذه الأشياء فهذه فربما إن شاء الله اللون عنده أهمية قصوى ربما نخصه لحلقة أكيد لأن آيات كثيرة جاءت في القرآن في هذه القضية ديال اختلاف الألوان نعم. عليا وهذا اختلاف اللون هو في عند البشر مثلا حتى الدراسات بينت على أن نعم. الأشخاص اللي عندهم لون داكن نعم. عندهم مناعة مرتفعة لا يتعرضون للسرطان بكثرة وأن نعم. الأشخاص اللي عندهم لون أبيض يتعرضون بسرعة للسرطان هذه عليهم تجارب هكذا اللون الأصفر هذا اللون الأصفر عنده خصوبة أكثر من اللون الأحمر سبحان الله خصوبة اللون الأصفر عليه منطقة الصين هي هذه هي اللي فيها اللون تقريبا يرتكز حتى الهند نعم هذه هي المنطقة الآسيا يعني هي اللي فيها اللون الأصفر نعم. اللون الأحمر كان في شوية في أمريكا الشمالية وكان في الدول الإسكندنافية نعم. كان هذا عليا أوروبا الشمالية كلها تقريبا يعني هذا فيها هذا اللون الأحمر شوية ما بقاش اللون الأحمر يعني مبقاش دابا نعم. لأنه امتزج بالألوان الأخرى نعم. ربما نحن نخصص حلقة لهذا اختلاف الألوان نعم. اختلاف الألوان نعم. وحين هناك علاج بالألوان سبحان الله علاج بالألوان أننا كاين زجاجات عندهم لون أخضر أحمر أزرق وكان هذا الضوء كان يعني نمرر الضوء عبر هذه الزجاجة الملونة باللون اللي بغينا الذي نعم. نريد ثم نسلطه على جهة المرض إما ريماتيزم إما تورم سرطاني إما شيء نعم نسلطه إما الكبد إما الطحال تكون نتائج جيدة نعم في العلاج نعم ولكن يجب أن يكون أخصائي لا يمكن أن يقوم بأي شخص يجب أن يكون في المستشفى وتحت المراقبة لماذا؟ لأن الوقت الذي نسلط فيه الضوء مثل الأشعة تقريبا يعني الوقت الذي نسلط فيه هذا الضوء ثم يجب أن يكون هذه قوة هذا الضوء تكون محسوبة قبل وبعد نعم. ثم يكون في واحد بيت تقريبا مخصص غرفة معقمة ومخصصة لهذه الأشياء نعم. فيجب أن يتم مراقبة لأن الكروموثيرابي هذه معروفة الآن بدأت بدور الأمريكيين الكروموثيرابية أصلها عربي بعد نعم. هذه العلاج بالألوان نعم. العلاج بالألوان أصله عربي
والكي أصله عربي والحجامة أصله عربي والتدليك أصله عربي والطب العشاب أصله عربي والطب الطبيعي أصله عربي والجراحة أصله عربي. نعم علينا كيف ما كان الحال مع الأسف الشديد هذا نحن ما كنطوروش وما كنرجعوش الفترة ديال فترة الاستعمار هي اللي رجعت هاد الدول العربية يعني أخرتها شوية. نعم علينا وعلماء العرب الآن ومغاربة هي الحضارة يعني علماء المغاربة هم الذين يعملون الآن في المراكز الحضارات كلها طبعا أتوا بها العرب وعلينا وهذه الأشياء هذه جديدة يعني لأن هناك علماء تكلموا في أمريكا كاين واحد العالم في أمريكا كتب واحد الكتيب صغير في 1900 أول أوائل الثمانينات كتب فيه الأنزيم ثيرابي العلاج بالأنزيمات فعلي داروا واحد الضجة ضده أن هذا الشخص اسمته لا يعلم شيئا ويبعد من الطب وليس له هو طبيب على هذا الشخص هذا طبيب هو ماشي طبيب باحث في العلوم الطبية فما أخذوش بالكتاب دياله والأفكار دياله رفضوها يعني رموها يعني مع الأسف بعد 2000 بعد سنة 2000 يعني 2004 2006 عاد رجعوا الأمريكيين لهذاك الكتيب عاد القول لو كانوا اتبعوا هذاك الشخص اللي كتب هذاك الكتيب 1980 لكانوا جنبوا أمريكا جميع الأمراض المناعية سبحان الله يعني سكليروزيس الآن سكليروزيس دابا في أمريكا الأمراض المناعية الآن في أمريكا واحد على جوج كانوا كيقولوا واحد على جوج غادي يكون يعني تقريبا نصف السكان علاش لأن الأمراض المناعية ترتبط بالحضارة وترتبط بنمط العيش وترتبط بالفاسفود وترتبط بالمبيدات وترتبط بالتلوث وترتبط يعني بالحالة النفسية هذه هي الأمراض المناعية نقص المضادات للأكسدة ونقص وكبح الأنزيمات داخل الجسم تساوي أمراض مناعية أكيد يعني ما فيش يعني أسباب أخرى. إذن دكتور نعود إلى يونس فاطمي لأنه طرح بزاف ديال الأسئلة كاين سؤال آخر في حالة تسمم بمعدن الكروم هل من ميكانيزم يستطيع من خلال الجسم التخلص من الكمية الزائدة وما هي الأغذية التي تساعد على ذلك؟ نعم ممكن أن يتخلص الجسم علينا الجسم يتخلص من كل المعادن أكيد بكمية معينة يعني لو وصلت 2 جرامات ولا 3 الجسم ربما يتخلص من قدر ضئيل ولكن ستبقى الكمية المسممة يعني الكمية القاتلة بعد المرض ونحن ليطال الكروميوم هو من الملوثات يعني هو اللي كيدبغوا به الجلود هو اللي كيتستعمل في كثير من يعني صناعات على انسان صناعات الجلد هذا الكروميوم واذا كان في المياه العادمه فهو ملوث خطير وكنا علي مدينه فاس كنا بدينا كنجريو بعض الابحاث في التسعينيات ومع الاسف كان بحث راقي جدا ويعني بمستوى عالي جدا بمستوى لا يوجد حتى في القارات الاخرى الامريكيه والاوروبيه وكانت تعمل هنا وبدينا نخدمه ولكن ما لقيناش كما نقولوا العوين الدغه الدارجه كنا عزلنا بعض الجراثيم في المختبر خمائر هذه الجراثيم تركز الكروميوم كتجبدوا من المياه العادمه كتركزوا ونحرق هذه الخمائر ثم نحصل على الكروم المعدني هكذا ويمكن أن هذا الأسلوب ممكن أن نصفي به أو نعالج به هذه المياه العادمة يعني بسهولة ولكن عليين كما قلت إلى حد الآن ليس هناك أذان صاغية للباحثين في المغرب كاين باحثين عندهم ما شاء الله يعني أبحاث جيدة وأبحاث كبيرة وجليلة كيبقى دكتور يعني ملكين إذا نقص الكروم كيف نعرف أن نقص في الكروم واش أننا نقوم بتحليل لأن غالبا الأطباء لا يطلبون هذا التحليل الجسم لا يحتاج يعني الجسم لا يحتاج يعني الكروم بكثرة نعم ولكن هو مرتبط كما أشرت مرتبط بالناس اللي عندهم كيستعملوا الأنسولين وعندهم داء السكري نعم الكوليسترول نعم يعني هنا ملي كينقص الكروم يوم في الجسم هذا المعدن الكروم لما يكون نقص يعني واصل لواحد الدرجة يعني خطيرة كيكون السكر مرتفع في الدم الأشخاص اللي حتى الأشخاص اللي ما عندهمش سكري الأشخاص العاديين لما ينخفض الكروميوم في الدم يرتفع السكر تركيز السكر يرتفع في الدم يعني كاين نعم لانه هو كيجي المنطقه اللي كتدخل منها الانسولين المنطقه على الخليه التي ترتبط فيها اللي كتعمل فيها الانسولين وهو كيرتبط بهذيك المنطقه اللي كنسميو ريسبتور
كيجي لهاد المنطقه هذه وكيبقى تما. يعني اللهم لك واحد البروتين هذه اللي قلت اللهم لك الويت كروم كروميوم بروتين هذه كتجي لهذيك المنطقه وهي اللي كتسهل الانسولين والشخص يكون عنده الاستقلاب يعني ماشي يعني 100%. هاد القضيه ديال نقص يعني نقص الكروميوم الان ما كتعطاهش اهميه. داكشي علاش حنا سجلنا هذه الحلقه هذه لان ما كتعطاهش اهميه. هو مهم طبعا. والتحليل المعادن تحليلات المعادن هي تحليله بايظه لان هادو الاشخاص المصابين بالمرض التوحدي هما عندهم واحد التحليله اجباريه ديال المعادن السامه اللي من الزئبق اللي من اليورانيوم اللي من الرصاص من الكوبالت من هذا الكروم من الالومنيوم من المعادن. وكان هاد الاشخاص اللي عندهم المرض التوحدي شنو المشكل ديالهم؟ عندهم معادن مرتفعه في الجسم يعني الجسم لا يتخلص من هذه السموم. جسم لا يتخلص من السموم. ومع هاد الاشخاص اللي عندهم هاد المرض التوحدي على الاقل الطبخ ديالهم ما يكونش معادن خطيره، الطبخ ديالهم لازم يكون في الطين 100% في من الطين هذا ولا هذا الستانلس ستيل انوكس هذا من الاحسن الطبخ ديالهم يكون في معادن لا تلوث. طبعا دكتور خاصنا احنا كاملين نطبقوا وما لازم ياخذوا مواد غذائيه بدون مبيدات نعم وبدون سماد كيماوي. ممنوع هاد الاطفال هذو ممنوع عليهم يعني هذه الخضر والفواكه وحتى الحبوب اللي معمول لها سماد كيماوي لان السماد الكيماوي كذلك فيه معادن. ثم ممنوع المبيدات لان جل المبيدات فيهم معادن يعني هذا الكادميوم والنحاس ولا هذه كاين كاين يعني معادن بكثره طبعا تسمي من الجسم. هذا من جهه. جهه اخرى الاشخاص اللي عندهم هذا يعني الاخ سول على كيفيه التخلص يجب ان يكون مواد اللي كندخلوها احنا في الكلينس يعني غسل الجسم يعني هذه الكلينس ومهاد المواد اللي كترتبط بهاد المعادن وتخرجهم تنسميهم هذول الكيلايتين فاكتورز هذول اللي كيديروا كيلاتاسيون يعني كيشدوا هاد المعادن كيخرجوها من الجسم وخاص الانزيمات اللي كتخرج هاد تكون يعني تكون خدامه. وهاد المعادن السامه كتمشي للدهون كتركز الدهون نلاحظ بحال مثلا الشخص ملي كيعمل مثلا يتابع واحد النظام حميه ما كنبقيناش نعترفوا بها حميه لا تعني شيء. ملي كيعمل واحد النظام ولا يبدا يغير نمط عيشه باش يتخلص من السمنه كيلاحظ على ان كيبدا يحس بواحد شويه ديال الالام والوخز. علاش؟ لان هذيك الشحوم اللي كتبدا تمشي طبعا كتمشي معها هاد السموم هاد المعادن الثقيله. ولذلك انا اقول لا يمكن للسمنه نقص بدون كلينس بدون غسل الجسم. لازم يكون كلينس ثم يكون نظام غذائي ماشي حميق نظام غذائي نباتي مع الحركه يكثروا فيه الاشياء الناس الاشياء الحامضه بحال الفواكه يطحنوها مع الماء ولا حاجه اشياء حامضه. علاش؟ لان هذه الاشياء الحامضه هي اللي كتخرج لا تذيب جميع الزوائد بما في ذلك حتى الحصى في المراره والحصى في الكليه تذيب الزوائد. هذه الاشياء الاورجانيك اسيدز معروفين هذ اللي كاينين في التفاح اللي كاينين في الفواكه الطريه في البرقوق اللي كاينين في حب الملوك اللي كاينين في هذا هذيك اللي كنسميوه المزاح هذا يعني اللي عندنا عليا الفواكه اللي كاينه في الرمان اللي كاينه في كل شيء. الفواكه تقريبا كلها كتعمل كلينس الباباي هذا التين طري كل شيء هذوك داخلين في الكلينس. كاين خضر مثلا اوراق خضراء الان الناس واش غيتناولوها الخبيزه نعم. هذا الكروم هذو الامريكيين واضعين القرفه في اللائحه نعم واضعين التوابل مصدر الكروميوم. ولكن أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبث في هذه الأرض لأن التوابل نستعملها بقدر ضئيل توابل غير يعني ننكهوا بها الأكل كنبنوا بها الأكل. وهذه التوابل من جملة الأشياء التي تحتوي عليها من غير يعني بعض الفيتوستروجينات وبعض هي بهارات تدخل في مع البهارات وتدخل مع الأشياء لتنكيه الأطباق نعم. هي القرفة مثلا الكمون والقرفة والزنجبيل هادو داخلين في اللائحة اللي فيها الكروميوم سبحان الله يعني سبحان الله. فهاد خصوص القرفة لأن هذا هو المشكل ديال الأعشاب مشكل القرفة داخلة مع الأحجاب هي مع التوابل
معنى ماء التأويب لأنها تستعمل بقدر ضئيل. نعم. في المغاربة كيعملوها مع السفاح، كيعملوها مع الصرجيل، كيعملوها بعد حتى بعد الحلويات. بعد الحلويات الآن قال المغاربة كانوا كيعملوا قرنفل مع الأسم، قاوش كيعملوا قرنفل ولا كيعملوا قرفة. نعم. والقرنفل أحسن من هذا، القرنفل أحسن من يعني من القرفة. والقرنفل كذلك في كروميوم. نعم. بعد الكروميوم موجود كذلك في يعني في القرنفل. فهذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يقول فحسبتم وأنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني ليس هناك شيء مخلوق عبث. فهذه التوابل دورها كذلك في التغذية إذا استعملت بالقدر المعروف معهود، يعني واحد القرصة يعني شيء ضئيل من هذه التوابل توضع في الأكل هي جيدة. نعم. ألاحظي أن الأشخاص كيلاحظوا على أن من اللي كيتناولوا القرفة عندهم هذيك الهايبرتنشن، يعني هذيك ارتفاع الضغط كينزل شوي. سبحان الله. نعم. وشرط يكون عنده الكيلية تعمل جيدة. علاش؟ لأن هي الديوريتيك، هي اللي تزيل تخرج الماء من الجسم. هي القرفه علاش؟ هي فيها بوتاسيوم وفيها حمض سيناميك، وحمض سيناميك اقوى من البوتاسيوم. كيخرج الماء من حمض سيناميك هذا. نعم. الفلافونويد يعني. نعم. ماشي حمض سيناميك، هو الديهايد سيناميك، هو على شكل الديهايد ماشي على شكل حمض. نعم. هذه ثم فيها الكروميوم، والكروميوم جيد لاصحاب السكري. وان المشكل ديال اصحاب السكري لازم يخرج عليهم هو السكري باش كيبدا، ان الناس شرف الله قدر المستمع الكريم كيبداو يتبولوا بكثره. هنا كتوقع واحد الريبتير، وهذه هنا فين كاين المشكل. هذا الريبتير هذه ملي كتوقع اما يخرج الماء بكثره ثم يوقع اجتفاف، الشخص كيبقى يشرب ويخرج، هنا كيشك الطبيب، يشك في السكري. هنا من الاعراض الاولى هذا السكري. وهذا الكروميوم، بعد الكروميوم غادي ان شاء الله ربما حلقه نتكلموا فيها على البوتاسيوم. هو البوتاسيوم هو الذي يضبط هذه القضيه ديال توازن ماشي المائي. كل شيء الناس كيتكلموا على لا ليست الهيدريك بالانس، بل البوتاسيوم المدقق، يعني ندقوا في الاشياء. هو البوتاسيوم كيتكلف بالاسيد بازيك بالانس. نعم. يعني التوازن القاعدي الحامضي. نعم. يعني علاش؟ لان هذيك داخل الجسم كاين سوائل، هذه السوائل اذا كانت بي اتش، اذا كانت الحموضه ديالها يعني ماشي هي هذيك. نعم. غادي يوقع عندنا واحد الاسيدوزيس، وغادي يوقع عندنا اشياء خطيره جدا. ثم على مستوى الكليه ما خاصش الناس يخرجوا الماء بكثره، ريبتير غادي يضيعوا الكالسيوم. نعم. حتى البوتاسيوم. نعم. وما خص يكون انحباس ديال الماء، لان لا كان انحباس الماء غادي يولي اشياء اخرى. علاش؟ لان الاعضاء غادا تتضرر. وعليا هو الطبيب مثلا بحال الاشخاص اللي كيعملوا دياليز تصفيه الدم كيقوم بواحد الوزن، كيوزن هاد الناس هادو كيعبرهم عاد كيمشي وعنده. نعم. هذيك مسجلين الداتا، كياخذ هذوك المعطيات ويشوف هذا الشخص هذا واش الوزن ديالو دائما يعني كميه الماء هي ولا واش يزيدوا حصه ولا ينقصوا ليه حصه. الى الطبيب شاف بان الوزن ديال الشخص بدا كيتحسن، وما يكونوا ثلاثه الحصات يولوا اثنين، او يكونوا اثنين تولي تبقى حصه. نعم. على حسب كيبقى دائما مراقب من طرف الطبيب والمردوديه الكليه، لان يعني كاين كليه تعمل ب 40%، كاين كليه تعمل 20%، كاين كليه تعمل 10%، كاين كليه تعمل 0%. الاشخاص اللي مابقاوش نهائيا كيمشيو للمرحاض هادو كيعملوا صفية، هادو صافي، يعني الكلية 0% مابقاتش خدام. أما الأشخاص اللي باقي عندهم 30 25 و20 و30، هاد الأشخاص ممكن تحسن الحالة ديالهم. نعم. وممكن ينقصوا من الحصص، ماشي ما يعملوش دياليز. نعم. على حسب الطبيب المراقب لهذه الأشياء، ملي غادي يشوف الشخص بدا كيتحسن غادي ينقص ليه مثلا حصة. إلى رجع النظام جيد ورجع يعني لهذا الأكل ديالو جيد. مع الأسف هنا يعني عملنا حلقة على الدياليز على التصفية. نعم. عملنا حلقة على التصفية، ومع ذلك الناس مازال كيتصلوا أنا كنعمل تصفية شنو ناكل شنو. ما يمكنش نعطيو الناس اللائحة، يعني الناس باغينا نعطيهم لائحة، يعني تاكل خرشاف واللفت وهذه وتحيا. أنا ما نعطيوش لائحة، أنا الله سبحانه وتعالى وسع علينا، علاش غنضيقوا على الناس؟ اما اصحاب التصفيه غادي يحيدوا الاشياء اللي فيها البروتينات، بالعكس ما اللحوم هي اللي لازم يزولوها، اللحوم الالبان هي اللي خطيره على اصحاب التصفيه. علاش؟ لان كيودي الدم تخين، الدم تخين، والكوليسترول كيكون دسم طبعا كيكون الدم تخين. وفي نفس الوقت ما خصش يكون ارتفاع الضغط، لا كان ارتفاع الضغط والشخص يصفي هنا كاين مشكل. نعم. كاين مشكل، لان غادي يبقى ياخذ الاقراص وفي نفس الوقت يصفي. هناك المشكل. طبعا سؤال اخر يقول السائل، والدته مصابه بداء السكري وارتفاع الضغط، هل طبعا يكون عندها الكروم ناقص لانها تحس دائما بالارهاق والاضطراب؟ نعم اكيد. اذا كيف تعوضه؟ لا شوف بعدا واش الانسولين تعمل جيد، هاد الانسولين اللي كتاخذها واش يعني
ملي كتاخذ الانسولين واش السكر مضبوط بالانسولين؟ اذا كان تاخذ انسولين والسكر مضبوط جيد ما عندهاش مشكل، اذا كان تاخذ انسولين والسكر غير مضبوط عندها نقص في الكروم، ماشي غير في الكروم، عندها نقص في الكروم وعندها اشياء اخرى، عندها كوليسترول زائد. فهاد العلين هاد السيده غادي يكون العمر ديالها طبعا متقدم اكيد، لان تيقول والده نعم غادي يكون العمر ديالها فوق ال 55 فوق 60 ربما يعني، ولكن عليا هذه هي الاعراض ديال الاشخاص المسنين اللي عندهم هذا. وهذا الكروم كيحفظ الناس من السكري النوع الثاني اللي كيجي للمسنين. نعم هذا معدل الكروميوم. كاين واحد نبان الاشخاص الناس غادي يسمعوا بحال المهاجرين ديالنا المغاربه. نعم المهاجرين عليا كلهم في الدول لا المغاربه ولا والكل عليين. هاد المهاجرين ديالنا في الدول الاوروبيه والدول الامريكيه نعم، اذا كان العيش ديالهم لازال شويه يطبعه الطابع المغربي، مازال الناس يطبخون في منازلهم اشياء هكذا جيده، ما يعني ليس هناك اي مشكل. نعم اذا كان هاد المغاربه يكونوا مثلا طلبه ولا عمال ممزوزين ولا الظروف ديالهم قاهره وما يقدروش يطبخوا وياكلوا برا وكذا الى اخره، نعم هاد الاشخاص هادو يردوا البال لهاد المعدن الكروميوم الى حصل لهم نقص وقدروا يشريوه على شكل اقراص يعني ممكن. اما عندنا في المغرب الاشخاص كاين انا هذا يعني كاين كيتباع وكاين في الصيدليه الكروميوم كيتباع على شكل اقراص، ولكن ما عليه ما غاديش يحتاجوه الناس الا الناس هذو اللي كيعانيو من داء السكري كيلاحظوا ان عندهم شي نقص بغاو ياخذوا. اما هو النظام الغذائي كافي جدا كافي جدا، اذا كانوا الناس ياكلوا الشعير والذره البلديه الذره البلديه والشعير والقمح بالنخاله، لان الاملاح المعدنيه توجد في النخاله. نعم القمح ملي كنغربلوه ما فيهش املاح معدنيه، الاملاح المعدنيه توجد في النخاله ملي كنزولوا النخاله، ولذلك الحيوانات يستفيدون الان اكثر من الانسان. لماذا؟ لان البقر اللي كيعطيوه الناس النخاله ما كيوقعش ليه مشكل ديال هشاشه العظام، ولا البقر ما يقدرش ينوض ولا حاجه. دائما الحيوانات ملي كياكلوا النخاله يكونوا صحاح، يعني الحيوان تيكون صحيح. علاش؟ لانه كياخذ الاملاح المعدنيه، يعني النخاله فيها الياف غذائيه وباقي لاصق فيها واحد شويه ديال البروتين، ولكن الاملاح المعدنيه والفيتامينات كلها تكون يعني في الغلاف ديال القمح مع الاسف الشديد، تكون في غلاف الرز. المغرب كنقولوا الرز ما كنقولوش الارز، هذه الرز الكامل والشوفان الخرطان هذا كنسميه في المغرب الخرطان والقمح الكامل والشعير والذرة، هذه مصادر الكروميوم الأولى يعني هذه. ثم هناك أشياء أخرى مثل السمك كما تفضل التوابل السمك ومثل الجوز كذلك بذور قرعيات مثل السكوم هذا الأسباراغوس مثل خضر هذه موسمية الآن خضر موسمية مثل الحميضة والخبيزة والسكوم والأشياء هذه القرنينة اللي كنا كنسميوها هذه باللغة الدارجة القرنينة وهذه الأشياء هذه الخشاش الأرض الآن وكله في هذه الأملاح المعدنية. لماذا؟ لأن لا يمكن يكون نبات بدون هذه الاملاح، لا يمكن، ما كاينش نبات على وجه الارض ما فيش حديد، ما كاينش نبات ما فيش ماغنيزيوم، لان الماغنيزيوم هو اللي كيعمل مع الفوتوسانتيتيز، ليس هناك نبات ما عندوش ماغنيزيوم. المونغانوس هذا طبعا، ثم تتبقى هذه المعادن هذه مثل الموليبدينيوم اللي كاين في القطاني كاين شويه قليل في هذا الخشاش، ولكن الكروميوم هو معدن الزنك يوجد في هذا الخشاش الان اللي كيخرج من الارض مع الاسف، ولكن احنا مزوينا على هذا يعني الطابع المغربي في التغذيه مع الاسف الشديد، وخصوصا المدن الكبرى الان عندنا شباب يقتات تقريبا يعيش بالفاست فود. عندنا الان شباب يعيش بالفاست فود، كاين الناس الان ما شاء الله، وكاين عائلات الان كيعيشوا بنصف المئه 50% فاست فود، يعني المراه تكون في العمل والراجل في العمل، يعني ما شاء الله يعني صعيب الحال. ولكن كيف ما عليين المغرب عندنا الحمد لله، يعني نحن بلد اخضر وعندنا ما ناكل وعندنا منتوجات وعندنا تنويع وعندنا اشياء لا توجد الا في المغرب، فيجب ان نستفيد من هذه الاشياء على الاقل. هناك ايضا سائله تقول قرات في بعض الابحاث ان نسبه الكروم تكون عاليه عند الاطفال حديثي الولاده لكنها ما تلبث ان تتلاشى، لماذا؟ نعم نعم ماشي غير الكروميوم، نعم المعادن كلها الطفل كتكون عنده معادن كلها يعني تكون نعم حديث الولادة كلها جيدة، لأن أن الله سبحانه وتعالى يحفظه في هذا في بطن أمه هو محفوظ، يعني ماشي وأن كيأخذ من الوالدة تكلمنا يعني حديثنا احنا حديثنا يكون الناس شوية يعاود الحديث، راه ليس كلام هكذا، هذا الكلام يجب أن لا يضيع. نعم ان شاء الله خاصو يكون كلام نفاذ ويتكلم. نعم لما تكلمنا على المراه الحامل وتكلمنا على فتره الوحم نعم واحد ثلاث شهور،
المرأة كتكون عندها تقيؤ غثيان ما عندهاش الشهية طبعا لأن عندها تحولات فيزيولوجية داخل الجسم هرمونية وأن الله سبحانه وتعالى سحب لها الشهية لكي لا تأكل. سبحان الله هذه حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. خاصها تشرب ماء بكثرة وتحاول شوية فواكه بحال التمر ولا شي باش يعني ما يضرهاش راسها ما تحسش بألم رأس لأن الجليسيمي ملي كتهبط الجليسيمي في يعني تركيز السكر في الدم تتحس المرأة شوية براسها يحرق يعني لازم يعني تاخذ شوية فواكه ثم تشرب ماء بكثرة حتى الشاي يعني حتى سوائل سخونه ماشي مشكل. لماذا لا ممنوع المشروبات الغازيه مع الاسف كاين النساء دابا كيبقاو يشربوا في المشروبات الغازيه لان عندهم غثيان. ممنوع على المشروبات الغازيه المراه علاش؟ لانها تحمل نفسا في بطنها لان عندها جنين فالله سبحانه وتعالى يعني ينزع منها هذا يسحب لها الشهيه كي لا تاكل. لماذا؟ لكي الله سبحانه وتعالى غادي يرغمها دير كلينس غادي تغسل الجسم ديالها في هذه اشهر الوحم. سبحان الله. وبعد 3 أشهر الوحم الجنين غادي يبدا ياخذ اشياء نقيه. اكيد هاد 3 أشهر هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في هاد 3 أشهر أن الله كيسحب الشهية للمرأة باش ما تاكلش. ولكن الناس كيتخلعوا كيبقى ما كالش 3 أيام وأنا خصني ناكل وعلاش ما كالش يبقاو ياخذوا أقراص من الصيدلية باش يجيبوا الشهية وكتشوف الطبيب كل يوم يعني خاصها تفرح. الواحد تشرب الماء بكثرة تاكل الفواكه لأن من بعد 3 أشهر غادي الأكل ديالها غادي تفتح. وكاين النساء الآن اللي كيبقاو ياكلوا في هذه الفترة وكي الهرمونات ديالهم شوية كتختل ثم كتوقع لهم أوبيزيتي ملي ولدوا كيتزاد الوزن ديالها. وكاين النساء ما كيردعوش فعلا إلا بقات المرأة تاكل المواد الصناعية ما تردعش. أكيد خاصها تاكل طبخ المنزل ومواد طبيعية ملي تحمل. ممنوع المشروبات الغازية، ممنوع المقليات، الحلويات، الطبخ في الألمنيوم، ممنوع الأكل خارج البيت. خاصها تاكل في منزلها وتطبخ في اواني جيده وتاكل طبخ المنزل ولا تحتاج حديد ولا تحتاج اي شيء.